وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ عليك. هذا السؤال يا شيخي، ما حكم رجل حلف على زوجته وقال علي الطلاق لا أخربك، أي لا أجامعها، لا يجامعها، وفي نفس الجلسة قال لها أقسم بالله لا أجامعك، وبعدين جمعها، أو لسه أستاذ ينتظر أستاذ ينتظر، يعني بده يجمعها؟ أي نعم. إذا مثل لو كان جمعها بيطلع لي كفارة يمين فقط يا شيخي، إطعام 10 مساكين. جزاك الله خير. أيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.